إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اختار إخوانكم وأخواتكم أن يكون حديثنا معكم في هذه الجلسات التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة، اختاروا أن يكون حديثنا في كتاب الفتن من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يقال له كتاب الفتن وأشراط الساعة للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تبارك وتعالى. ونقول مفتتحين حديثنا هذا: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، واللهم يا مفهم سليمان فهمنا، وزدنا من علمك يا كريم. إن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة بفضائل كثيرة ونعم عظيمة، من أعظم هذه النعم أن الله تبارك وتعالى أكرمنا بأن أرسل إلينا خير رسله، وأنزل عليه أحسن كتبه، وشرع له أكمل شرائعه، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة، وقد شهد الله له بذلك، فقال سبحانه وتعالى بعد أن حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وكان بلاغه لهذا الدين عن طريق الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو كلام الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأداه كما بلغه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما السنة فهي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وقد قام بأداء هذه السنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغونا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وقد جمع أهل العلم هذه الأحاديث، أعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوعت مؤلفاتهم في هذه الأحاديث، فمن أهل العلم من قصد جميع ما بلغه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالإمام أحمد في مسنده، أو النسائي، أو الترمذي، أو أبي داود، أو ابن ماجة، أو الدارقطني، جمعوا أشياء كثيرة مما بلغهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم حرص على أن لا يجمع إلا الصحيح فقط في كتابه، وبعضهم حرص على أن لا يجمع إلا الضعيف لينبه الناس على ضعفه، فتنوعت يعني مشارب العلماء في ذلك. وممن عزم على جمع الصحيح وحده دون أن يخالطه غيره من الأحاديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أول من جمع الصحيح المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإشارة من شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي هو عرف بإسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى، وجمع كتابه الصحيح. ثم جاء تلميذه وهو مسلم ابن الحجاج فسار على درب شيخه البخاري وجمع كتابا في الصحيح فقط،
وهو المشهور بصحيح الإمام مسلم. وحديثنا معكم في هذا اليوم سيكون عن صحيح الإمام مسلم أو عن كتاب داخل هذا الصحيح، وهو كتاب الفتن وأشراطه الساعة. هذا الكتاب يحتوي على 76 حديثا، وهذه الأحاديث فيها من المكرر ولم نعد المكرر، 76 بدون المكرر. وقسمنا هذه الأحاديث 76 إلى 4 أيام، اليوم والثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني غدا لا يوجد درس، إن شاء الله تعالى الثلاثاء والأربعاء والخميس واليوم، وإن شاء الله تعالى نبدأ من الخامسة وننتهي قريبا من المغرب إن شاء الله تعالى. وهذه الأحاديث ستكون على التالي: اليوم سنأخذ 13 حديثا، والثلاثاء 13 حديثا، والأربعاء 24 حديثا، ويوم الخميس نأخذ 22 حديثا. رعينا بقدر المستطاع الموضوع الذي تتكلم عن هذه الأحاديث، وكذلك الأحاديث المكررة، حيث إن الأبواب الأولى التي سنتكلم عنها فيها أحاديث أكثر مكررة، فإذاك هي 13 حديث، ولكن في الحقيقة هي تصل إلى 26 حديثا مع المكرر. يقول الإمام مسلم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. وقبل أن نشرع نعرف بيسير عن الإمام مسلم. الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري أبو الحسين، وهو من قبيلة قشير العربية، والأئمة الستة 3 منهم عرب و3 منهم أعاجم. أما العرب فهم مسلم والترمذي وقيل أبو داود، والأعاجم هم البخاري وابن ماجة والنسائي، والأشهر أن أبا داود ليس بعربي وإنه مسلم والترمذي. فإذا أدخلنا معهم مالكا وأحمد فهما من العرب، فيكون 4 في 4، فنتعادل هكذا. على كل حال، مسلم الحجاج القشيري أبو الحسين رحمه الله تبارك وتعالى من علماء القرن الثالث الهجري، أي من القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمسلم من القرن الثالث، حيث إنه ولد 206، وتوفي 61، يعني عمره 55 سنة عندما توفي رحمه الله تبارك وتعالى. وكان الإمام مسلم من علماء الحديث المبرزين، نعم ولم يصل إلى درجة البخاري في العلم، لكنه إمام متبع في علم الحديث. وأكثر مؤلفات الإمام مسلم في علم الحديث، واهتم بكتابه كثيرا واعتنى به، حتى قال: إني جمعت من 200,000 حديث مسموع، مع أن عدد أحاديث مسلم لا تتجاوز 33,000 حديث فقط، لكنه جمع هذه الأحاديث 33,000 حديث، جمعها من أكثر من 200,000 حديث يحفظها رحمه الله تبارك وتعالى. ورحل كثيرا في طلب العلم، وكان متعصبا جدا لشيخه البخاري رحمه الله تعالى، ومن حقه أن يفعل ذلك من أدرك مثل الإمام البخاري رحمه الله الجميع. مسلم بن الحجاج جمع هذا الكتاب العظيم، وهو صحيح الإمام مسلم، وفيه أبواب. هذه الأبواب التي هي في كل كتاب، لأن قسم كتابه إلى كتب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز، كتاب الحج، وهكذا كتب، ومنها كتاب الفتن الذي سنتكلم عليه. هذه الكتب
عادة أهل العلم يقسمونها إلى أبواب. يعني الآن نحن قلنا كم حديث في هذا الكتاب؟ 76 حديث. يقسمون هذه الأحاديث 76 على أبواب حسب مواضيعها. الإمام مسلم لم يقسمها على أبواب ولكن رتبها. فجاء من بعده من شراح هذا الصحيح فجعلوا الأبواب لهذه الأحاديث. والمشهور أن الذي كتب هذه الأبواب النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وقيل غير ذلك، أي غير النووي هو الذي كتبها كالقرطبي صاحب المفهم رحمه الله تبارك وتعالى، وقيل القاضي عياض. لكن على كل حال كل بوبه لصحيح الإمام مسلم. ذاك سنذكر الأبواب، ولكن نعتقد أنه ليس مسلم رحمه الله تبارك هو الذي كتب هذه الأبواب، ولكن هو الذي رتبها، لأن الذين كتبوا الأبواب لم يغيروا في ترتيب الكتاب، بل جعلوا الكتاب على ترتيبه، ولكن كل مجموعة جعلوا لها عنوانا وقالوا باب كذا باب كذا باب كذا. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. قال: كتاب الفتن وأشراط الساعة. الفتن أصلها من الفتنة، والفتنة أصلها هي إدخال الذهب إلى النار لكي يصفى، فيقال فتن الذهب، أي أدخل على النار فنقته النار مما شابه من العوالق، فيقال فتنت الذهب. هذا هو الأصل في استعمالها عند العرب. وتستعمل الفتنة بمعنى الاختبار، فتنه بمعنى اختبره، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي اختبرناهم. وكما قال الله تبارك: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار من الله تبارك وتعالى. وأما إذا كانت الفتنة من الناس فهي مذمومة دائما، كما قال الله تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل، وقال: والفتنة أكبر من القتل، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهذا أصل كلمة الفتنة. أما أشراط الساعة فالأشراط هي العلامات، كما قال الله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها، وأشراط الشيء علاماته. بوب الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى على أول الأحاديث فقال: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان بيده عشرة. سأذكر جميع الأحاديث في المكررة ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليق عليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشجعي وزهير الأشعثي وشعيب وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد، وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا: عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج
مثل هذه وحلق بإصبعيه والإبهام بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء، أي تحويل الإسناد يعني يبدأ بإسناد جديد لإمام مسلم، قال حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبي عن صالح كلاهما عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري بإسناده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب بيده 90. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى فيها فوائد إسنادية وفوائد متنية. أما من حيث الأسانيد فتميز الإمام مسلم بدقته في الأسانيد حتى إنهم قالوا فاق مسلم البخاري في الصنعة الحديثية. يعني الإمام مسلم في كتابه الصحيح اعتنى بالصنعة الحديثية أكثر من الإمام البخاري رحمهم الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث قوله عن زينب بنت أم سلمة أو بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش، وفي الرواية الأخرى عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش. هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي يرويه أربع صحابيات الحديث الوحيد الذي يرويه أربع صحابيات عن بعضهن البعض، يعني إسناد فيه أربع صحابيات، وهي زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت عبد الله بن عبيد الله بن جحش عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت جحش. أربع كلهن صحابيات، زينب بنت أبي سلمة صحابية، وحبيبة بنت أم حبيبة صحابية، وحبيبة أم حبيبة التي هي رملة صحابية، وزينب بنت جحش صحابية. أربع صحابيات تروي الواحدة عن الأخرى، وهذا هو الحديث الوحيد اللي فيه أربع صحابيات. وهؤلاء الصحابيات ثنتان زوجتان النبي وثنتان ربيبتان النبي، فزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي، بنت أم سلمة أم المؤمنين رباها النبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبة بنت عبيد الله بن جحش هي حبيبة بنت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة زوج النبي، وزينب بن جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا حبيبة تكون زينب بنت جحش عمتها، عمت حبيبة زينب بنت جحش، لأن أم حبيبة زوجها هو عبيد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش عمت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن جحش قيل إنه ارتد لما هاجر إلى الحبشة، وقيل إنه مات دون أن يرتد، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والظاهر والعلم عندنا أنه لم يرتد. وذلك أن أم حبيبة بنت أبي سفيان وعبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة، وقد هاجر مسلما، ومن الصعب جدا خاصة في ذلك أن يرتد أحد بعد أن يدخل في دين الله تبارك وتعالى، هذا أولا. ثم ثانيا أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل في بداية السنة السابعة من الهجرة، يعني بعد صلح الحديبية، يعني بعد هجرة عبيد الله أو بعد موت عبيد الله بن جحش بقريب من 13 سنة تقريبا أو أكثر بعد موته، ذهب أبو سفيان إلى هرقل فسأله هرقل أسئلة، ومن هذه الأسئلة هل يرتد أحد
عن دين محمد سخطة بعد أن يدخل فيه؟ قال ماذا؟ قال لا. ولو كان عبيد الله بن جحش قد ارتد فيكون أبو سفيان أعلم الناس بذلك أنه زوج ابنته، فكانت تلك تكون فرصة لأبو سفيان يقول نعم زوج ابنتي آمن بمحمد ثم هاجر إلى الحبش ثم ارتد هناك، لكن لم يقل أبو سفيان شيئا من ذلك، فدل على أن الرواية التي تقول إن زوج أم حبيبة عبيد الله بن جحش ارتد بعد أن هاجر الحبشة الظاهر والعلم أنها غير صحيحة أبدا ولا تثبت، وهي على كل حال منقطعة، الرواية منقطعة. ويبقى عندنا الأصل أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها أبدا، وهذا لا يعني أبدا أنه لا يوجد هناك مرتدون، يوجد مرتدون وتوجد حروب الردة وهي معلومة، ولكن هؤلاء المرتدين لم تخالط قلوبهم بشاشة الإيمان أبدا، وذلك ارتدوا عن دين. لكن أمثال عبيد الله بن جحش وهو من المسلمين الأوائل ومن المهاجرين في سبيل الله تبارك وتعالى، يستبعد أن مثل هؤلاء يرتدون عن دين الله تبارك وتعالى، ولا سبب أصلا لأن يقع في الردة هناك. على كل حال الصحيح أنه لم يرتد عن دين الله جل وعلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول زينب بنت جحش أم المؤمنين، إن النبي استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى تقول خرج من بيته وهو يقول لا إله إلا الله، المعنيان واحد، استيقظ ثم خرج من بيته صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا خص العرب صلى الله عليه وسلم لأنهم بيضة الإسلام، هم أصل الإسلام، وإذا خصهم بهذا الذكر صلاة، ولأنهم هم أكثر من يحارب يأجوج ومأجوج إذا خرجوا، وذلك أن يأجوج ومأجوج يتسلطون على الأرض ويتسلطون على أرض العرب بالذات، ثم ينحاز المسلمون إلى عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يدعو عيسى ربه جل وعلا، وسيأتينا ذكر ذلك في آخر كتاب الفتن عند الحديث عن يأجوج ومأجوج. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. الردم هو السد كما قال الله تبارك وتعالى عن ذي القرنين أنه لما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فالردم هو السد، الردم هو السد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا فتح من ردمي أي من سدي يأجوج ومأجوج، هكذا صلى الله عليه وسلم، وحلق بين الإبهام والتي تليها، أي هكذا حلق صلاة ربي وسلم، حلق هكذا بين الإبهام، هذا الإبهام والتي تليها التي السبابة، حلق هكذا أنه فتح بهذا القدر من ردم يأجوج ومأجوج. قلت القائل زينب بنت جحش أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، وذلك أن الصالحين إذا كثر الخبث فلم ينكروه صاروا ساكتين على الباطل فيعمهم العذاب والعياذ بالله، وأما إذا أنكر الصالحون ولكن كانوا لقلتهم لا يستطيعون أن يغيروا فإنهم يبعثون على نياتهم لا يحاسبون على هذا، وأما إذا سكتوا ولم ينكروا فإنهم يعني يعاقبون ويعذبون كما يعاقب ويعذب غيرهم من أهل المعاصي والعياذ بالله. ويأجوج ومأجوج تقرأ يأجوج ومأجوج وتقرأ ياجوج وماجوج، يعني بالهمزة وبدون الهمزة، وأكثر قراءات المصحف بدون همزة ياجوج وماجوج،
كقراءة ورش وقالون وغيرهما، أكثر القراء يقرؤون ياجوج وماجوج. قراءة حفص التي نقرأ نحن بها بالهمز يأجوج أو يأجوج ومأجوج، يأجوج بالهمزة، ولكن أكثر القراء يقرؤون ياجوج، وكلاهما سبعيتان، هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة. قوله إذا كثر الخبث، قال بعض أهل العلم الخبث الزنا، وذلك لقول الله تبارك الخبيثات للخبيثين، أي الخبيثون والخبيثات بالزنا، فقالوا إذا كثر الخبث أي إذا كثر الزنا. وقال بعض أهل العلم الخبث تطلق على جميع المعاصي، كما قال الله تبارك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقالوا فالخبث هي جميع المعاصي، وهذا أقرب، وهذا أقرب. المسألة ليست خاصة بالزنا، الزنا معصية كبيرة من المعاصي، ولكن هناك معاصي كبيرة أخرى أيضا بعضها أكبر من معصية الزنا. والمقصود إذا كثر الخبث كما ذهب إليه أكثر شراح مسلم، المقصود إذا كثرت المعاصي سواء كانت من الزنا أو غير الزنا كالربا والقتل. وإذا كأتينا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب أنه إذا كثر الهرج وهو القتل، أعادنا الله وإياكم من ذلك الزمان. وفي هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد وهيب بيده 90، وقال بعضهم هذه 90 هكذا. على كل حال هو المقصود، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه أو هذه، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح من هذا الردم شيء. وقد جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وهم يحفرون كل يوم، أي يأجوج ومأجوج، حتى إذا كادت أن تغرب الشمس قالوا نأتي غدا فنكمل، فيأتون من الغد فإذا هو عاد كما كان، أي كما تركوا كما بدأوا به، فيحفرون وهكذا كل يوم وهم يريدون الخروج من ذلك المكان، حتى إذا أذن الله لهم بالخروج فإنهم يحفرون، فإذا كادت أن تغرب الشمس يقول نأتي غدا إن شاء الله، فيستثنون يلهمون هذه الكلمة، فيستثنون فيأتون من الغد فإذا هي باقية كما تركوها، فيحفرون حتى يكونوا خروجهم. نعم. هذا الباب باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، يؤم أي يقصد البيت. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لقتيبة، أي هذا اللفظ الذي سأذكره هو لفظ قتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. الفرق بين أخبرنا وحدثنا عند من يفرق بينهما من أهل العلم أنه في السابق كان العلماء أو الرواة كانوا إذا أرادوا أن يحدثوا بالحديث يحضر تلاميذهم، أحيانا الشيخ هو الذي يقرأ حديثه والتلاميذ يسمعون، فيقول الشيخ حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الحديث وهكذا، فالشيخ هو الذي يتكلم. فإذا كان الشيخ هو الذي يتكلم فالذي يسمع يكتب حدثنا، لأنه تكلم بلسانه. وأحيانا الشيخ لا يتكلم وإنما يكون عنده بعض المقربين من الطلبة، هم يقرؤون كتاب الشيخ، كتاب الشيخ عندهم، الشيخ مجرد مستمع، هو حافظ لكتابه وهو يستمع، فيقول الطالب للشيخ حدثكم فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا، والشيخ ساكت. سكوته معناها إيش؟ موافقة وإقرار. طيب، فإذا كان الذي يقرأ الطالب وليس الشيخ فالذي يستمع يقول أخبرنا، لأن الشيخ لم يتحدث. وضح الفرق بين أخبرنا وحدثنا؟ إذن حدثنا إذا كان الشيخ يتكلم بلسانه، أخبرنا إذا كان يقرأ من كتاب الشيخ والشيخ يستمع يعني مقر، فالطالب يكتب أخبرنا. هنا الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يقول قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا،
طيب كيف كيف هذا يقول أخبار؟ لأن المجالس ليست واحدة، المجالس ليست واحدة، يعني الشيخ لم يحدث بهذا الحديث مرة واحدة في حياته، يعني حدث إسحاق في وقت وحدث أبا بكر وقتيبة في وقت آخر. إسحاق سمع عن واسطة إيش؟ تلميذ يقرأ. أما أبو بكر وقتيبة فسمع الشيخ إيش؟ يحدث بلسانه. فهذا الفرق بين الروايتين. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين. ما اسمها أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية المخزومية. يقول دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، أي سئلت أم سلمة في أيام ابن الزبير. عبد الله بن الزبير حكم من سنة 64 إلى سنة 73، عبد الله بن الزبير حكم من سنة 64 إلى سنة 73، وقيل أيام ابن الزبير أي أيام حاصره يزيد في مكة، وذلك كان سنة 73 من الهجرة، عفوا سنة 63 من الهجرة. يزيد بن معاوية حكم من سنة 60 إلى سنة 64. يقول أهل العلم افتتح خلافته بمقتل الحسين ثم بوقعة الحرة، وختمها بقتال ابن الزبير في مكة. فأيام ابن الزبير قالوا هي فتنة يزيد لما حاصر عبد الله بن الزبير في مكة، وكان ذاك بقيادة مسلم ابن عقبة، ويقال له عند أهل العلم مسرف ابن عقبة لأنه أسرف في القتل. حاصر عبد الله بن الزبير في مكة، ثم أثناء الحصار جاءهم الخبر أن يزيد مات، فرجعوا إلى الشام وتركوا الحصار. ثم بعد ذلك أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة للمسلمين من سنة 64 إلى سنة 73 من الهجرة. على كل حال يقول وكان ذلك في أيام ابن الزبير، أي في فتنة ابن الزبير أو في خلافة ابن الزبير، والأظهر أنه في فتنة ابن الزبير لما حاصره يزيد وهو في مكة. فقالت أي أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائد بالبيت، لأن ابن الزبير عاد بالبيت لجأ إلى مكة، يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث أي جيش، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. البيداء هي الأرض المنبسطة التي ليس فيها بنيان ولا جبال، أرض ملساء نوعا ما، هاي تسمى أرض بيداء. قيل بيداء المدينة وقيل بيداء مطلقا، يعني أي أرض ملساء، المدينة منورة يعني. قالت فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها، أي خرج مع هذا الجيش الذي يخسف به وهو كاره. قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو جعفر هي بيداء المدينة. قال وحدثنا أحمد بن حدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد، وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت بيداء من الأرض، أي لم تقل بيداء المدينة. قال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة، يقول بيداء المدينة، لأن الجيش الذي خرج إلى عبد الله بن الزبير خرج من المدينة، لأنه جاء من الشام إلى المدينة وقعت الحرة ثم توجه إلى عبد الله بن الزبير في مكة. على كل حال قال أهل العلم أم سلمة توفيت في خلافة معاوية، فكيف يقال هنا وذلك في أيام ابن الزبير؟ فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أمرين. الأمر الأول أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم قالوا أبدا أم سلمة توفيت في خلافة يزيد، يعني إذا الخلاف في ماذا؟
متى توفيت أم سلمة، مع اتفاقهم جميعا أن أم سلمة هي آخر أزواج النبي وفاة، آخر زوجة من زوجات النبي توفيت هي أم سلمة رضي الله عنها، لكن متى توفيت مختلف في وفاتها. قيل في خلافة معاوية سنة 59، وقيل في سنة 63 في خلافة يزيد، فالله أعلم متى توفيت أم سلمة رحمه الله. لكن ابن عبد البر رحمه الله رجح أن أم سلمة أدركت هذا الأمر، أي كان هذا في خلافة عبد الله بن الزبير، أو في خلافة يزيد عفوا في حادثة عبد الله بن الزبير، وكان ذلك سنة 63، إذن أم سلمة توفيت في هذا الوقت. وقال آخرون أبدا، أم سلمة توفيت قبل ذلك. طيب فماذا يكون معنى قولهم وكان ذلك في أيام الزبير؟ هذا خطأ من بعض الرواة، يكون هذا خطأ من بعض الرواة لما قال وذلك في أيام ابن الزبير. على كل حال، سواء قلنا هذا أو هذا، ليس الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخص ابن الزبير أبي ولا يعنيه أصلا، لأنه في واقع الأمر لم يخسف بذلك الجيش. ذلك الجيش الذي خرج لقتال عبد الله بن الزبير لم يخسف به، إذن النبي لا يتكلم عن هذا الجيش أبدا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجيش الذي يعني يغزو مكة ويخسف به لم يأتي بعد، لم يأتي بعد، لأنه لم يحدث هذا في التاريخ إلى الآن. فهذه تكون من علامات النبوة، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأخبار الغيبية التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا الأمر سيكون لكنه لم يحدث بعد إلى الآن. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له كيف بمن كان كارها، أي خرج مع هذا الجيش وهو كاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم ولكن يبعث على نيته. وهذا فيه كما قال أهل العلم تحذير من الناس، لا الإنسان لا يخالط أهل الشر لأنه يعمه معهم، فإذا أصابهم العذاب أصابه معهم، كما قال في الحديث الآخر الذي مر بنا، قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم. فلذلك الأصل أن الإنسان يبتعد عن أهل الشر ولا يخالطهم، حتى إذا نزل عليهم العذاب لا يصيبه ما أصابهم، ولا يعتذر بعد ذلك بحجة أنه إيش كان معهم ولم يشاركهم، بل ينأى بنفسه عن الشر وأهله. نعم. الحديث الثالث، إلى الآن تو نوصل الحديث الثالث ترى، كما قلت لكم يكرر كثيرا الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث، قال الإمام مسلم حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمرو وابن أبي عمر، واللفظ لعمر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية ابن صفوان أنه سمع جده عبد الله ابن صفوان يقول أخبرتني حفصة، حفصة أم المؤمنين، حفصة بنت عمر، قال أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، يقول لعبد الله بن صفوان، قال وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا وليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين. من أم المؤمنين؟ قلنا من؟ حفصة. نعم، هل حديث كله عن أمهات المؤمنين، حديث الفتن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش،
يعني ليس هذا الجيش هو المقصود، لأن أهل الشام كما قلنا خرجوا إلى المدينة فكانت وقعت الحرة وفعلوا ما فعلوا بالحرة واستباحوا المدينة، ثم بعدها انطلقوا من المدينة إلى مكة. قال زيد حدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابط عن الحارث بن أبي ربيع عن أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك، غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. هذا الحديث الثاني هو قريب من الحديث الأول لكنه من رواية أخرى، وهو رواية أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أمنا هذا البيت قوم ليست لهم منعة، أي ما عندهم شيء يمنعهم ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا ليهلكهم، حتى إذا كان يدام الأرض خسف بهم، أي خسف بذلك الجيش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأوسطهم ثم ينادي أولهم آخرهم أو آخرهم أولهم، أي يجتمعون ثم يخسف بهم جميعا، أي يخسف بذلك الجيش جميعه. ولكن هنا في هذا الحديث فصل كيف يتم الخسف، في الحديث الأول قال خسف بهم، الحديث الثاني بين أنه يخسف بالوسط ثم يجتمع الآخر مع الأول ثم يخسف بهم أيضا. قال: فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، كما وقع لأبرهة الحبشي لما جاء ليهدم الكعبة وأن الله أرسل إليهم الطيرة الأبابيل فأهلكتهم، ولم يبق الله تبارك في ذلك إلا الشريد، وهم من رجعوا من ذلك ليخبروا أهل الحبشة بما صنع الله بأبرهة وأصحابه، فلا يسمونهم الشرد، والواحد منهم شريد، وهم الذين سلموا من الخسف، ويكونوا أو تكون سلامتهم لحكمة حتى يخبروا من بعدهم بما حدث لإخوانهم. حديث الرابع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، يعني الذي جعلني أفعل ذلك هو العجب، والعبث هو الحركة في النوم، حركة يعني المفاجئة، يعني وهو نام تحرك حركة مفاجئة. فقالت عائشة: ما هذا الذي صنعت؟ قال: العبث، العجب، يعني شيء تعجبت منه جعلني أصنع هذا الصنيع. قال: العجب. ثم قال: إن أناسا من أمتي يأمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس، يعني هؤلاء الذين يأمون البيت، يعني أشكال أرناق أنواع يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر، المستبصر الذي يدري أين إلى أين هو ذاهب، يعلم أنه ذاهب ليقتل رجلا من قريش عائذا بالبيت، ويعرف ماذا يريد، ويعرف أنه على باطل وأنه على ضلال. منهم المستبصر الذي يدري ماذا يفعل. قال: ومنهم المجبور، المجبور هو الذي يعني لم يختر وإنما أجبر على هذا الأمر. ومنهم ابن السبيل اللي ما يدري عن السالفة، خرج في طريق وجدهم يمشون مشى معهم ولا يدري ما قصدهم ولا ماذا يريدون. قال: يهلكون مهلكا واحدا، يهلكون مهلكا واحدا، كلهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، لأن الله يخسف بالجميع سبحانه وتعالى. يهلكون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم، أي كل على نيته، كل على نيته. وهنا في هذا الحديث أنهم يجبرون على هذا الأمر، منهم مستكره ومنهم يعني المجبور المستكره على هذا الأمر،
ومنهم المستبصر يعني الذي يعلم إلى أين هو ذاهب، ومنهم ابن السبيل الذي لا يدري. قال يهلكون جميعا، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى ظالم أن الإنسان خالط هؤلاء الذين هم أهل سوء وفساد، يقع لهم ما وقع، لكن يوم القيامة لا يحاسب على هذا الأمر، لأنه إنما قتل لا لمشاركته إياهم ولكن لمخالطته إياهم، فهو لم يشاركهم الحرام ولكنه خالطهم فأصابه شيء مما أصابه. سيأتينا إن شاء الله الكلام على الإنسان إذا أكره ماذا عليه أن يفعل. الحديث الخامس، وهو قد بوب له الإمام النووي بابا، فقال: باب نزول الفتن كمواقع القطر. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران، وقال الآخرون: حدثنا. ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا؟ وحدثنا، لا اجزم، اين حدثنا؟ الشيخ بلسانه، واخبرنا والشيخ يسمع. جيد، احسنت احسنت ما شاء الله. طيب، اذن قال اسحاق: اخبرنا. وقال الاخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة. أشرف أي على، صعد. الأطم اللي هي مثل السور، سور من طين، يقال له أطم، آطام. فأشرف على أطم أي صعد على سور من أسوار المدينة الصغيرة هذه. طيب، أشرف على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. خلال يعني في الفتحات، من خلالها أي من فتحاتها، كمواقع القطر، كما ينزل القطر، كما ينزل المطر. كيف المطر إذا نزل يدخل في هذه الفتحات، كذلك أنا أرى الفتن دخلت من هذه الفتحات. وهذا أيضا من علامات النبوة، هذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخبر عن شيء لم يقع ويقول خلال بيوتكم، وخاطب الصحافة، الصحابة رضي الله عنهم. وقف فعلا في زمن الصحابة وقعت فتن، وأشهرها خمس فتن وقعت: مقتلة عثمان رضي الله عنه، لما قتل عثمان رضي الله عنه هذه فتنة، ثم الجمل وهي فتنة، ثم صفين وهي فتنة، ثم وقعت الحرة وهي فتنة، ثم مقتل الحسين وهي فتنة. هذه كلها وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم: مقتل عثمان، الجمل، صفين، الحرة، ومقتل الحسين. وإذا أضفت إليها النهروان في زمن علي رضي الله عنها، ليست يعني بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن على كل حال إذا أضفت إليها فهي ستة. وإذا أضفت إليها أن الجمل معركتان، جمل الصغرى والجمل الكبرى، صارت سبعة. هذه الفتن رآها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني كأنه يحذرهم صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الذي سيقع. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري بهذا الإسناد نحوه. بهذا الإسناد نحوه، نحوه أي قريب منه، وهذا الاختصار، يعني لا يريد الإمام موسى أن يذكر لك الحديث الثاني وفي اختلافات يسيرة، فقال لك نحوه. فكلمة يعني يستخدم أهل العلم هذه الكلمات، يقوم بمثله، يعني هذا الإسناد بمثله، ويأتي إيش؟ بنحوه. وأحيانا يقول مختصرا، وأحيانا يقول زاد كذا، أنقص كذا. فالقصد أن كلمة بنحوه أي قريب منه، أي قريب منه، ولكن لم يذكر المتن، يعني يكفيك هذا المتن الذي ذكرته، وجاء بإسناد آخر قريب من هذا المتن.
وقال الإمام مسلم والحديث السادس: حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وحدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا، إلا أن أبا بكر يزيد: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، أي في آخر الحديث زاد هذه الجملة. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ. في هذه الأحاديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أيضا ستقع، ويحذر الناس من الوقوع فيها، ويأمرهم بالابتعاد عنها صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الفتن يحذر الصحابة كما قلنا أنها وقعت في زمنهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الفتن، ولكنه كذلك يعني خص بعض أصحابه ببعض الحديث، كما هو المشهور عن حذيفة وما هو المشهور عن أبي هريرة. يعني حذيفة كما سيأتينا في الحديث يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالفتن ولم يحدث بها حذيفة، وأبو هريرة كذلك قال: حفظت عن رسول الله وعاءين، أما وعاء فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطعت مني البلعوم، أو لو حدثتكم به لقطعتم مني البلعوم، لأنه يخبر عن الفتن. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه حدث بها بطرف خفي رضي الله عنه، وذلك أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، على يد غلمة من قريش. فقال مروان بن الحكم: لعنة الله عليهم من غلمة، لعنة الله عليهم من غلمة. فقال أبو هريرة: أنت وما قلت؟ قال: لأن أبا هريرة يرى أن هؤلاء الغلمة هم من نسله، يعني من نسل مروان، هم الذين يعني يهلكون هذا الحي من قريش، أو يقع منهم الفساد أو ما شابه ذلك من الأمور. فقال: لعنة الله عليهم من غلمة. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: اللهم، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يستعيذ، أبو هريرة يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تدركني سنة الستين وإمرة الصبية، سنة الستين وإمرة الصبية. وقدر الله أن أبو هريرة مات سنة 59، لم يدرك هذه السنة، وسنة 60 هي خلافة يزيد ابن معاوية. وكان أبو هريرة يعني يستعيذ بالله من أن تدركه هذه السنة، وهي خلافة يزيد ابن معاوية. على كل حال، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لا تستشرفه، يعني من ظن أنه قويا أنه قوي وأنه يستطيع أن يواجه الفتن تصرعه، من تشرف إليه تستشرفه، كما قال النبي عن الدجال: من رآه منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه
يرى أن في قلبه إيمان ثم يتبعه لما يرى معه من الآيات. لذلك الإنسان دائما لا يتعرض للفتن. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا، يعني لا يتمنى الإنسان الفتنة، لكن إذا جاءته يستعين بالله ويصبر ويثبت ويكون قويا أمامها ويستعيذ بالله، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول من استشرف تستشرفه، من تشرف له، من تصدرها تستشرفه، أي هذه الفتن تأتيه تهلكه تصرعه والعياذ بالله. ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وسيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان النبي كيف يعني ينجو الإنسان من هذه الفتن. هذا الحديث فيه جاء عن عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه لما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه، ماذا صنع عبد الله بن خباب؟ خرج يوما هو وزوجته وكانت حاملا، وقالوا كانت متمة، متمة يعني قريبة الولادة في الشهر التاسع. فلقيه جماعة من الخوارج فقالوا له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون بعدي فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فقالوا له لعلك تقصدنا؟ قال نعم. فقتلوه، ثم جاءوا إلى زوجته فقتلوها، ثم بقروا بطنها وأخرجوا الولد الجنين فألقوه في النهر والعياذ بالله. فلما بلغ الخبر عليا رضي الله عنه أرسل إليهم من قتله، من قتل عبد الله بن خباب وزوجته والجنين؟ فأرسلوا إلى علي كلنا قد قتلناه، كلنا قتلناه. فقال علي طيب، فجهز لهم جيشا رضي الله عنه وقاتلهم بمعركة النهروان، وأظهره الله عليهم حتى قيل إنه قتل منهم 2000 ولم يقتل من جيش علي إلا 6 فقط، وقتل من الخوارج قريب من 2000 أو أكثر من 2000. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الفتن ويأمرنا أن ننأى عنها ولا نشارك فيها ولا نخالط أهلها، وإنما الإنسان يبتعد عن هذه الفتن كما سيأتي كيف يبتعد. قال الإمام مسلم والحديث السابع، حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم، سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. المهم إيش؟ يبتعد عن هذه الفتن. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر حتى لا يكون مسنونا، يدقه بحجر حتى لا يقتل هذا السيف بعد ذلك، ثم لينجو إن استطاع النجاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، غصبت أكرهت على الخروج معهم إلى أحد الصفين،
أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف النجاة. نقرأ الحديث الذي بعده لتكمية له. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء. حاء هذه معناها تحويل الإسناد، أي سيبدأ إسنادا جديدا. وحدثني الإمام مسلم يقول الآن محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد، وحديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاة، أي لم يقل ما بعده ألا هل بلغت إلى آخر الحديث. في هذا الحديث يبين النبي كيف النجاة. لك إبل، اذهب مع إبلك. لك غنم، اذهب مع غنمك. لك أرض، اذهب إلى أرضك، لا تشارك في الفتنة، ابتعد عن الفتنة، لا تشارك بها، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال رجل يا رسول الله أرأيت أن أكرهت، أكرهوني على الدخول في هذه الفتنة، ماذا أصنع؟ فقتلت أو جاءني سهم، يعني هل آثم؟ لا آثم. فقال يبوء بإثمك وإثمي. فكأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم أنه لا إثم على المكره، لا إثم على المكره، لأنه لم يقل له تبوء بإثمك، وإنما قال يبوء، أي يبوء من؟ الذي قتله، الذي قتلك يبوء بإثمه وإثمك، أما أنت فلا شيء عليك. فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. ولكن هنا مسألة، يقول أهل العلم الآن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك، وهذا الإنسان الذي لم يقاتل كثر سوادهم، فكيف؟ قالوا نعم، هو إن كان يستطيع أن لا يشارك فهو لا يشارك، لكن إذا أجبر على المشاركة فلا شيء عليه. ويذكر هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صفين، في معركة صفين عبد الله بن عمرو بن العاص كان مع أبيه وهو لا يريد القتال ضد علي رضي الله عنه، فماذا يصنع؟ حضر القتال ولم يشارك. قال لي رسول الله أطع أباك، فأنا لا أعصيك، يقول لي أبي، ولكني لا أقاتل ضد علي بن أبي طالب. فهو حضر ولكنه لم يقاتل رضي الله عنه وأرضاه، فهو مكره لأمر أبيه له بالحضور، فهو حضر لكنه لم يشارك في القتال لعدم جواز ذلك. إذن لو أن الإنسان قال أنا مكره ثم أخذ السيف وقتل رجلا، هل هو مكره؟ أبدا. يعني بطريقة أخرى، لو جاءك إنسان وقال اقتل فلانا، وأنت تعرف أن فلانا ما اسمك؟ حسن، رحت فيها يا حسن. جاء رجل إلى عبد العزيز وقال امسك السيف واقتل حسن، سويها؟ ها؟ شوف يبين. طيب قلنا لعبد العزيز إن ما قتلته قتلناك، واضح؟ صوبنا الشوزن وجبنا واحد نقوشي زين يا عبد العزيز، وقال لك عبد العزيز شوف إن ما قتلته والله الذي لا إله إلا هو إنك مقتول، وجابوا لك واحد نقفل ما يشوف دربه، واضح؟ تعرف فرد حمزة ثاير جابوا لك واحد كذي فرد حمزة ثاير وقالوا إن ما قتلته ستقتل، فماذا أنت صانع يا عبد العزيز؟ فيها تردد، قلت لك رحت فيها يلا يا عبد العزيز فكر، هو صاج ترى يقتلك. ها كأنك تقول الله لا يجيب ذاك اليوم. ها نعم. طيب الذي يقول يقتله يرفع يده، ولا واحد؟ طيب الذي يقول لا رفعت يدك يقتله؟ طيب
الذي يقول لا يقتله يرفع ايده. زين، اللي يقول الله اعلم يرفع ايده. طيب ايش قلت؟ الله اعلم. زين، ايش قلت؟ لا يقتله. ايش قلت؟ يقتله. قول له ليش؟ قول له. ليش؟ سم؟ يقول كان مجبر سأقتل. سمعت؟ يقول أنا أقتل مظلوم ولا أقتل ظالم، ولا أكون ظالم، أصير مظلوم ولا أصير ظالم، شو ترد عليه؟ شنك توهقت؟ ها؟ أنت تقول لي يقتله، هو يقول لا. أنت ليش يقتله؟ ولا كسر خاطر كان لأن ما حد قال لا إيه؟ رفعت إيدك. بيقتلوني. إيه، هو يقول لك كل واحد يقتلونك مظلوم ولا تصير ظالم، ولا تقتله وتتوب. ها، اقتنعت؟ ولا سهل أنت سرعة تقتنعه. إيه، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك. لس هذا غير مكره، يختلف الوضع ترى، يختلف. على كل حال، الصحيح أنه يقول أهل العلم: ما الذي جعل دمك معصوما أكثر من دمه؟ يعني شو اللي خلى حياتك أغلى من حياته؟ يعني لما تقول لا بيقتلوني لازم أقتله، طيب من يقولنا حياتك أغلى من حياته؟ وقتلك له يقين وقتلهم لك إلى الآن ليس بيقين، صحيح ولا لا؟ ممكن لو شافوك جازم وهذا ما يقتلونك، صحيح ولا لا؟ وحتى لو قتلوك تدخل الجنة، لكن قتلته ودخلت النار، صحيح؟ يعني ما الذي يبيح لك قتله؟ يقال، أو مو يقال، رواية موجودة هذه، أن الحجاج بن يوسف الثقفي جاء إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو جالس ومعه رجل، أي الحجاج معه رجل، فقال لسالم: يا سالم قم فاقتل هذا الرجل، يا سالم قم فاقتل هذا الرجل. فقال سالم، قام سالم وقال للرجل: يا هذا، أقتلت نفسا محرمة؟ قال: لا. قال: أزنيت بعد إحصان؟ قال: لا. قال: ردة بعد إسلام؟ يعني ارتدت بعد الإسلام؟ قال: لا. فالتفت إلى الحجاج وقال: حدثني أبي، يعني عبد الله بن عمر، وفي رواية أن عبد الله بن عمر كان حاضرا، فقال: حدثني أبي وهو يسمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإذا قال أهل العلم هنا لا، ثم قام وتركه لم يقتله، يعني سالم بن عبد الله، قال أهل العلم: فإذا كان القتل بحق جاز، يعني إذا قتلته بحق جاز، أما إذا كان بغير حق فلا يجوز لك يا عبد العزيز. لا تفكر مرة ثانية، اقطع موضوع، ها، لا تفكر. فلا يجوز قتله لأنه معصوم الدم، معصوم الدم، كما أنت معصوم الدم ولا تقبل أن يقتلك أحد، كذلك هو معصوم الدم ولا يقبل أن يقتله أحد. نعم. الحديث الثامن، قال الإمام، وهذا بوب له الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. قال الإمام مسلم: حدثني أبو كامل اللي هو الجحدري، قال: حدثنا فضيل، عفوا، أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، يعني عليا، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله. هذا في معركة الجمل، هذه معركة الجمل، خرج الأحنف بن قيس ليقاتل مع علي رضي الله عنه، قال: أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي، أي أبو بكرة: يا
يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل، يعني أنا قلت للرسول أو قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا القاتل، يعني القاتل في النار واضح لأنه قتل مسلما، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. قال: وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق من كتابه قال: أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد نحو حديث أبي كامل عن حماد إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، محمد جعفر هو غندر، قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، يعني القاتل والمقتول والعياذ بالله. شفت أبو بكر هذا الذي يحدث بهذا الحديث، أتدرون متى أسلم أبو بكر؟ أبو بكر هذا كان من عبيد هوازن، كان عبدا في هوازن، فلما كانت معركة حنين وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بعد انتهاء معركة حنين وحاصر أهل الطائف صلى الله عليه وسلم طيب في أوطاس، لما حاصرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من العبيد فهو حر، يعني من ترك الحصن وجاء إلى المسلمين من العبيد فهو حر. فخرج أبو بكر الثقفي وكان طوال المعركة مع حنين مع الكفار، فجاء وأسلم في حنين، ثم طبعا صار حرا، حرره النبي صلى الله عليه وسلم، وصار سبحان الله يحدث عن النبي هذه الحديث الطيبة مبارك رضي الله عنه وارض، كيف الإسلام يعز يعني أهله إذا دخلوا في هذا الدين. أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه رأى اسمه نفع رضي الله عنه، رأى الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس مختلف فيه هل هو صحابي أو ليس بصحابي، والأحنف بن قيس معروف اللي هو صاحب الحلم معروف، يعني يقول أحلم من أحنف، يعني معروف بالحلم والأنات، حتى إنه جاءه رجل فقال: يا أحنف والله لئن قلت لي كلمة لتسمعن مني عشرا، فقال له الأحنف: والله لو قلت عشرا ما تسمع مني ولا كلمة، يعني بخلافك تماما. والأحنف هذا كان مطاعا في بني تميم، مع أنه كان يعني يقول أعرج أعور، لكنه صاحب عقل سبحان الله ويحبه قومه، حتى إنه دخل على معاوية يوما وتكلم معه بشدة ثم خرج، فقال رجل من بطانة معاوية: كيف يجرؤ أن يتكلم معك بهذا الكلام وكيف تسمح له؟ فقال له معاوية: أما تدري من هذا؟ هذا أحنف بن قيس، هذا لو غضب لغضب معه 100,000 من بني تميم لا يسألونه لماذا غضبت، لأنه يعرفون بحلمه، يعلمون حلمه، وأنه لا يغضب إلا إذا وصلت الأمور إيش حدها ومنتهاها، فإذا غضب معناته إيش ما في مجال للتنازل أو التراجع عن هذا الأمر. على كل حال الأحنف بن قيس ذهب ليقاتل مع علي في معركة الجمل، فلقيه أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، ثم قال له: ألا أقول لك شيئا ينفعك؟ قال: نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، ما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا في النار هنا ليس المقصود أنه مخلد في النار، ولكن المقصود أن هذه يعني من المعاصي التي يستحق عليها صاحبها دخول النار، وليس بالضرورة أن يدخل النار، قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه، قد تكون له من الحسنات. المهم أنه يعني من أصحاب الكبائر، ومعنى في النار أي أنه يستحق النار، لكن هو داخل تحت قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولتأخر الشباب خاصة أبا أحمد في بداية الدرس، لذلك نقف هنا لأن الوقت قد شارف على النهاية.
نقف هنا إن شاء الله ونعيدكم الدرس القادم نأخذ أكثر من 13 حديثا حتى نتم ما بدأناه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: نرجو إيضاح كلمة جيش الشام استباح المدينة، وهل الحديث صحيح أن المدينة أبيحت؟ طيب، قضية الاستباحة، نعم هذا مشهور في كتب التاريخ، يعني تسالم على هذا أهل السير والتواريخ أن هذا الجيش، لأنه إيش اللي حصل؟ الذي حصل أن أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلة قاموا بانقلاب على حاكم المدينة وطردوه من المدينة وطردوا جميع بني أمية الذين كانوا في المدينة واستولوا عليها، يعني انقلاب داخل المدينة. فلما بلغ يزيد بن معاوية هذا الأمر وأنهم استولوا المدينة وأنهم طردوا الوالي وآذوه وكذا، أرسل جيشا لتأديبهم، وهذا الجيش بقيادة مسلم ابن عقبة الذي قلنا سماه أهل العلم بعد ذلك مسرف ابن عقبة، وأمره أن يستبيح المدينة. وهذه الاستباحة، الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه الاستباحة هي استباحة الأنفس والأموال وليس استباحة الأعراض. وإذاك البعض يقول أنه زني بجميع نساء المدينة، أو أنه ألف بكر يعني افتضت ذلك اليوم، كلام باطل هذا. أول شيء ما في ألف بكر ذاك يوم في المدينة، هذا واحد. الشيء الثاني، لو ألف بكر افتضت على الأقل واحدة تولد على الأقل، طيب، ويقال هذا الولد ولد بالسفاح يوم استباح جيش الشام المدينة، ولا ولد موجود أبدا. هذا كلام غير صحيح أبدا أنه استبيحت الأعراض، ولم يكن من ديدن العرب في ذلك الوقت يفعلون هذا الأمر أن يستبيحون الأعراض أبدا، ما كانوا يفعلون هذا مع الكفار حتى يفعلونه مع المسلمين، لا يمكن أن يحدث هذا، خاصة المدينة في ذلك فيها صحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الاستباحة استباحة قتل، نعم استباحة قتل، وإذاك سموه مسرف لأنه أسرف، وقالوا يعني أهل الفيزياء يقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه، يقول كان رد الفعل أقوى من الفعل بكثير، يعني الفعل الذي فعله المدينة الانقلاب خطأ، لكن رد الفعل كان إيش؟ أعظم بكثير. ذاك استبيحة المدينة بالقتل، وذلك راضاهم بعد ذلك بأن أغدق عليهم الأموال وكذا كنوع من الترضية لهم بعد ذلك، لكنها لا تكفي حقيقة. لكن على كل حال الاستباحة التي وقعت هي استباحة الأموال والأنفس وليس استباحة الأعراض. يقول: ما الفتن التي علينا أن نتوقعها في زماننا هذا؟ يعني الفتن كثيرة، يعني الآن يكفي دخول العراق الكويت كمثال، يعني هذا يعني كلكم عشتوه ما عدا الصغار، طيب ما صار لها 20 سنة تصدقون أتركض الأيام، الله المستعان، هذه فتنة، يعني الإنسان يحتار ماذا يصنع، يقتل ما يقتل، صح ولا لا؟ طيب يعني يهرب يبقى يقاتل مع الكفار ما يقاتل مع الكفار، فتنة هذه. الذي حدث في غزة فتنة، الذي حدث بعد ذلك في العراق فتنة، والذي يحدث اليوم فتنة، والذي حدث في أفغانستان قريبا ليس اللي قتال بين الأفغان أنفسهم فتنة، هذه فتن حقيقة. وذاك الإنسان إذا وقعت أمثال هذه الفتن يلجأ إلى أهل العلم، العلماء الكبار، العلماء الذين مارسوا العلم ودرسوا الكتب و عرفوا أقوال العلماء وماذا يصنعون في هذه الفتن، ولهم رأي وذربة، طيب، ولا يستعجلون في الجواب ولا تأخذهم العاطفة، يجب اللجوء إلى كبار أهل العلم عند حدوث الفتن ليدلونا على الطريق الصحيح وعلى الصواب الذي ينبغي علينا أن نسلكه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيراً.